هذا قرع القراءة السبع. نعم اختمها قراءة البصري. البصري ولقي شيوخك قبل الأسماء ديالهم. إيه شيوخ ولقي سي سليمان. سي سليمان يحفظ القراءة السبع. ما قريتيش على السي القبي. قبي شارت عندنا هنا لا همين ما قريتش عليه. هو قرأ له وانت تعقل عليه. قبي مات ما بديك 80 81 82 مات. ما بين 81 82 مات. والفقيه الآخر اللي قريتي عليه القراءات غير سليمان. سليمان قريت على خالي سي محمد بالعربي. سي محمد بالعربي نعم قرأ عليه. والثالث فرسيو. نعم فرسيو كتاب الشاوي. فرسيو قريت عليه 5 سنين. نعم هاكا مقدر وكان خمس سنين ما حديث القراءة. هادو كانوا كيحفظوا القراءة السبع. لا ماشي هو إلا هو اللي كيحفظ القراءة السبع. شكون من هو؟ الفقي. ينقي سي عبد السلام الشاوي. الشاوي هو الفقي مشكي ماش وماش ولادو وماش ولادو. شكون من هو؟ كل فرسيو. فرسيو دابا اللي قرينا معاهم ولي هذاك كلشي مشى لله. واتساب دابا خالو ماشي. وفينا فينا سنة كنت تقراو القراءات يعني ما تذكرش سنة دابا كان عندي في تقريبا 70 الشط. عندي 70 72 72 عام في الجامعة 72. هذا الزمان اللي كنت تقرا فيه كانوا فيه حفاظ القراءات. اي كانوا يقراو معاك. نعم كاين اللي كيقرا سيدي حمزة وكاين اللي كيقرا البصري. وقراءة العشر. لا ما كانش العشرين. لا ما كانش. لا والو ما كانش. القبوي ما كيحفظش قراءة العشرين. لا على قراءة السبع. سبع. كم شهر هنا نهار الجمعة كنت مشي دابا للجامع نجوز نتحلو على راسو ونمشي. لقيه قبي. كم سنة عندك دابا الآن من في حياتك؟ حياتي يمكن دابا هي 95 ولا 95 سنة. 95 سنة كان ماشي تاريخ. وخا السي محمد العربي والسي عبد السلام والسي سليماني ما تعرفش شيوخهم اللي يقراو عليهم؟ لا ما تعرف سي الحاج السلام الغرباوي الفقيه كان كيحفظ القراءة السبع. اللي كان في سيد زوين من الشاوية. سي سلام. سي سلام نعرفو. تعرفو بشكل. هذا قريت عليه أنا. سي زوين. سي زوين. حاج السلام. تنعرفو. المكي بن يرمق ما تسمع به؟ بن يرمق. بن يرمق. كان اسمع به ولكنني ما نعرفوش. قديم. أبو العباس أحمد بن المكي بن يرماق. هذا كان في هما عندهم واحد تشرف تماك في نواحي طنجة. سوماتة. ابن الرماق في سوماتة. كان له حكمة ولا هذا كان كيحفظ قراءة العشرين هذا. شحال ديال الطلبة عنده دابا الفقيه؟ شحال ديال الطلبة؟ شحال كاين ديال الطلبة دابا؟ دابا خمسة. عرفتي اش كاين دابا الطلبة؟ مرة يكونوا 15. كندوز لهم هنا كيجيو معنا. كندوز لهم بعد مرة هنا وبعد مرة كنمشي للجامع. دابا غدا غادي نمشي إن شاء الله. شكون كيدوز الجمعة حتى ولا شكون؟ لا دابا الطيب. الطيب ولا كيدوز الجمعة؟ هناك. هذا الاستاذ هذا قرا عليه القران ولا استاذ متقاعد هو اللي كيدوز الجمعه. بارك الله في العمر. ايوا ان شاء الله. نعم ايوا الحمد لله البركه باقه ماشي تمام. الواحد باقي ندوز باقي ندوز ما ندير على عيني حتى شي حاجه. كلام بدر الله بارك الله كلشي بس استاذ السي السحابي كيسمع بك ندير مدرسه قرأوا فيها تجويد وقرآن والدين قراءات إسلام قراءات إسلام في رمزيات ولا رمزيات كاين رمزيات ديالاش ديال الشاطبي ديال قراءة السبع ولا البصري؟ لا نعم
البصري. هذا البصري. هذا البصري يا. البصري. ولا هذا كيقرأ يعني الرسمية صافي تتوري كل شيء السبع شكون اللي تيقرا. الله يرضى. هذا الرسمية ديال من؟ شكون اللي كاتبها؟ شكون اللي كاتبها قال لك؟ ديما. ما عرفتيش شكون مؤلفهم؟ عاد خالك. كانت عند خالك. هذا سي محمد بن العربي. انت اخذتها من عنده لما توفي. ما تسمعش واحد السيد كان هنا تيقرا عندنا هنا في هذه النواحي. قرا القراءات السبع اسمه سي محمد بن عباس الزعري. ما تسمع بيش. سي محمد بن عباس الزعري. لا ما تسمعش بيها. هذا غيكون عندهم معلومات كبيرة. السوشي كان هنا سي بركة. سي بركة. سي بركة. نعم السوشي. نعم سي بركة. مات مسكين في. المحاكم في القرآن يصلي فيه يكتب فيه يقرأ في الحب هذا سرحاش سرحاش ولا يبيش هذا توتني الشيخ قرأ واحد عبد القادر وقال الآن بحاجة إمام تبارك
حدا سي سعيد النساوي كي دير امام وخطيب تبارك الله. الطالب اللي حداه سي عادل مولا السيده كيفاه. الطالب اللي حداه سي مصطفى النجار كيفاه. سليم مط الاحرام انتما كتشوفوا الطلبه الفقيه ديالنا الجليل يعني هذا الفقيه اللي كتشوفوا كيدوز اللوح فهو السي محمد الصخور كيسكن يعني بدوار عمال اما العمال دوار بوزيري 70 عام وهو بداك المسجد 72 عام وكيدرس القران المسجد واحد السي مصخور انتما كتشاهدوه 72 سنه وهو كيدرس القران الكريم في مسجد واحد وزيري يعني قراو عليه يعني من سول من البرانس غياتا الشراقه الغرب بني حسن شارده زعير زمور الخلط وقص على ذلك هو باقي بقى كيدوز السي مصخور تقريبا عمره 100 سنه وكيمشي من دارو للجامع على رجليه ما كاين كبله والو تقريبا 4 كيلومتر رفع المرات 5 في الاسبوع وكيمشي للسوق هو باقي بقى كيدوز الالواح هو باقي مجتهد. ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئة اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الله تعالى عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولكن خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه من تعلم القرآن وعلمه أي أخذ القرآن عن الشيوخ وعن الفقهاء فأتقنه وحفظه وفهمه ثم صار يعلمه للناس فمهمتكم مهمتكم جميعا في هذه الدنيا هو أن تعلموا القرآن الكريم كل واحد منكم لما إن شاء الله ينهي دراسته وحفظه القرآن وإتقانه ويتعلمه ويفهمه ويطلب العلم لا بد مهمته هو أن يعلم وأن ينشر كتاب الله تبارك وتعالى فإن شاء الله بكم سيحيي الله تعالى القرآن وسيرد هذه الأمة إلى القرآن إلى كتاب ربها أنتم تشوفوا الفقيه الآن 70 سنة وهو يعلم القرآن الكريم لو أنه حفظ القرآن ومشى تاجر ولا شيء يبحث عن الدنيا وهذا هل يحصل منه هذا الخير؟ لا يحصل منه هذا الخير وهل يبقى له هذا الذكر الحسن؟ لا يبقى له هذا الذكر الحسن إذن هذا الفقيه هذا إن شاء الله هو حي خالد بعد موته حي خالد بعد موته لا يموت يعني الفقيه وأمثاله لا يموت دائما يبقون في التاريخ والناس يذكرونهم والله سبحانه وتعالى فوق هذا يذكرهم عند الملائكة إذن فأخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم أخو العلم حي يبقى حي خالد بعد موته وعظامه ولحمه تحت التراب رميم فهذه هي الفضيلة وهذه هي يعني الشرف الكبير أنك تموت وتبقى مذكور في الكتب في التاريخ والناس يذكرونك لكن القرآن شرف القرآن شرف القرآن هذا وعز القرآن هذا وإنه لذكر لك ولقومك يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك ما معنى وإنه لذكر لك أي وإنه لشرف لك القرآن شرف لك يا محمد ولأمتك فهذا هو الشرف هذا والناس يأتون غيرنا يجيوا يزوروا الشيخ ويزوروا الفقيه ويتبركون منه ويدعو لهم بس ما السبب هذا في هذا الشأن وفي هذه الرفعة هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى هو أن الفقيه يعني مرابط من الناس المرابطين للقرآن الكريم من الناس المرابطين للقرآن الكريم
وهذا هو الشرف وهذا هو العز وهذا هو الخلد وهذا هو الملك الذي لا يبلغ. هذا هو الملك الذي لا يبلغ صاحب القرآن. فبارك الله بكم، هكذا هذه مهمتكم. هذا الشيوخ الذين يسهرون عليكم هذا هم غرضهم هو هذا وقصدهم هو هذا، أنكم إن شاء الله لما تحوزوا على الخير من الفقهاء ديالكم والشيوخ ديالكم أنكم تعرفوا المهمة ديالكم وهي خدمة كتاب الله وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله بكم، هذه مهمتكم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.